شهدت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على ثورة 23 من يوليو. الحفل أقيم على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. المزيد نتابعه في سياق التقرير التالي. إحياء للذاكرة الوطنية للمجتمع المصري، شهد مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية حفلا فنيا بمناسبة عيد ثورة 23 من يوليو الحاضرة في وجدان الشعب المصري باعتبارها مصدر الإرادة والإلهام وباعث للإبداع في مختلف المجالات. أكيد يعني مناسبة سعيدة على كلنا، على الشعب المصري جميعا، بمناسبة ثورة يوليو 23 يوليو. طبعا النهاردة دار الأوبرا بتحتفل، عاملة احتفالية ضخمة جدا بهذه المناسبة، وبنقدم فيها أصوات بندفع فيها لأول مرة في هذه المناسبة. فازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. بدأت الاحتفالية بفيلم تسجيلي استعرض مسيرة ثورة يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الإصلاح الذي تبعها، ثم عزفت الفرقة بانوراما وطنية، وقدم مواهب كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية نخبة مختارة من الأعمال الوطنية للعمالقة من الشعراء والملحنين والمطربين الذين واكبوا أحداث الثورة. فخورة وأنا بغني لأني بغني لبلدي وبغني حاجة فعلا من قلبي، ودي وشرف ليا طبعا، ومبسوطة جدا ان انا هشارك في الحفلة كمان. الاحتفال بالانتصارات التي حققتها مصر تساعد على نماء حب الوطن عند الجمهور، فضلا عن ان الاعمال الوطنية لها دور كبير وفعال في تذكير الشباب والاطفال بحجم التضحية التي قدمها الكثير من ابناء الوطن. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.